يعني يمكن أول مرة بنقدمها على شاشة التلفزيون و تستحق تاني إن احنا نقدمها مش كده؟ شيماء فين؟ شيماء تجي لنا يا شيماء؟ شيماء عندك كام سنة؟ 27 سبع سنين؟ فنانة صغيرة مطربة شيماء حقيقة شيماء طبعا دي موهبة كبيرة جدا، وانا اكتشفتها في الاول بطريقة يعني كان البشارة بتاعتها من الاول خالص. كان عندنا مهندس ديكور بيشتغل في البيت وشاف شيماء وانا شايلها، كانت عندها سنتين او سنة ونص تقريبا. بعدين قال لي البنت دي على فكرة هتبقى مطربة فظيعة، تبقى مطربة جبارة جدا. يا عم مطربة ايه ده؟ ده عندها سنتين، يا دي مش معقول، ازاي انت جبت الكلام؟ قال لي انا بقول لك كده وهتشوف. انا فوتت طبعا. تاني مره بقى كنا بقى يعني الولاد لما بنروح اسكندريه ولا بتاع بيقعدوا في العربيه انا سايق وهما بيقعدوا مع بعضهم البنات ورا، لقيت حد صوت كده عمال يغني اغاني بتاعت ام كلثوم. كانت شيماء عندها اربع سنين تقريبا، فلقيتها بقى بتدندن كده، فانا استغربت يعني، لقيت في عرب في الصوت، فيه يعني بوادر حاجه فنيه، لان انا راجل اصلا ملحن ومؤلف برضه شاعر وممثل وكل حاجه، فانا طبعا عندي الحسيه بتاعت ان انا اسمع حاجه. مامتها غمستها قلت لها شوفي انت سامعه البنت بتقول ايه؟ يعني طفله وفوجئت انا وبابا واحنا رايحين اسكندريه بتغني لام كلثوم وعدها اربع سنين، فدي معجزه من عند ربنا. يعني لو ما كانتش عندها الموهبه مش ممكن تقدري تفرضي عليها حاجه تعملها وهي مش موهوبه. انت عارف قبل معنى الحب ايه، حب اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل معنى الحب ايه، لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه، حب أول بقى نقطة مهمة جدا في حياتي كانت برنامج هذا المساء الفنان سمير صبري، وماما كانت أصلا معزومة فيه، ويعني وإحنا جايين معاها أنا وإخواتي، وكان بالصدفة ما كانتش يعرف إن أنا شيماء يعني بنت فنانة فاطمة عيد. فاطمة راحت قايلة لسمير صبري قالت له يا أستاذ سمير، يا أستاذ سمير شيماء بتغني. شيماء طب تعالي يا شيماء، ما أعرفش مين شيماء. وغنيت على الفرقه لسه فاكر، كانت من طبعا الاغاني الصعبه الثقيله للفنانه ام كلثوم، وبعدين مع الفرقه بتاعته، وبعدين هي ماما دخلت زغرطت وما كانتش لسه يعرف يعني ان هي ان انا بنتها. عشان كده أنا متفائل وما نقعدش نقول مفيش أصوات حلوة موجودة، الأصوات الحلوة موجودة، محتاجة للفرصة إن حد يقدمها ويلمعها. بعد كده بقى طبعا لما الناس سمعتها كتير وبتاع، ففي حد من بتوع الكاسيت سمع صوتها قالوا لنا احنا عاوزين البنت دي نعملها
قلت له طب ده البنت دي لسه صغيره مش. قال معلش انا عايز اعمل لها كاسيت. وكلمني بقى بعد كده المنتج ابراهيم الخطيب جانا وقال انا عايز انتج لها البوم وكده. رجعت لي دلوقتي بس رجعت لي واشتقت لي دلوقتي بس اشتقت لي. كانت شيماء في الوقت ده صغيرة يعني لما سمعوها هل هي كبيرة عليها؟ هل قلت لهم يا جماعة المطربة عشان تبقى معجزة لازم تقول حاجة مش 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 سنها يعني زي فيروز كده في السينما كانت بتعمل حاجات اكبر من سنها يعني. كان ساعتها عندي حوالي 9 سنين او 10 سنين. انتج لي وتحمس لي جدا على الرغم من الناس كتير قوي قالوا له لا دي طفله وازاي تعمل كده وما ينفعش وممكن جدا الشغل ده يعني ما ينجحش وكده. وكانت اغاني طبعا تقيله بقى الفنانه ام كلثوم واغنيه الفنانه نجات اللي هي كان اول البوم اللي هو رجعت لي. البوم رجعت لي ده كان حدث تاريخي. كان نازل وقتها عمرو دياب وكان نازل مطربين كتير جدا نجوم ونزلوا بقى يسألوا يقولوا له للي هم بيوزعوا الشرايط الكاسيتات مين الشريط اللي بيبيعوا له بنت عندها 10 سنين اسمها شيماء بنت الفنانة فاطمة عين. فكانت معجزة من عند ربنا يعني حتى الفنان يقول لك ده حتى الناس اللي ماتت طلعت اشترت الشريط ورجعت تاني. والله أنا فوجئت زي الجمهور العربي لما غنت أول ألبوم رجعت لي كان ناجح جدا جدا جدا. فهي المفروض ان كانت عملت البومين ثلاثة اربعة من نفس الجو لان الناس اعجبت باحساسها وبادائها وبصوتها ونجح فعلا الحمد لله. حقق نجاح احنا نفسنا ما كناش متوقعينه. نجاح كبير جدا 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 كسر الدنيا. والجرايد كتبت بقى شيماء الشايب تنافس عمرو دياب. عمرو دياب قمة مش 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 حاجة صغيرة يعني. فكانت اسكندريه رحت لقيت رجعت لي مكسر الدنيا. رحنا فلسطين لقيت شريطها مكسر الدنيا. رحنا الاردن لقيت شريطها مكسر. سبحان الله كانت معجزه من عند ربنا. اوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي. اوعدك دايما تكرار اوعدك ولا يوم لها يعني. طب انت عملتي البوم المفروض تفكري في الالبوم الثاني وتنجحي وكده. فقالت لي جمله جميله جدا الحقيقه انا يعني مش ناسيها لغايه دلوقتي. قالت لي النجاح ممكن يبقى بدايه وممكن يبقى نهايه. فكانت مهتميه بالموضوع بشكل انا يعني الحقيقه كنت مستغربه جدا. طبعا اي حد ممكن يقول لي يعني ما خفتش طفلة تغني غنوة كبيرة زي دي. الحقيقة لا يعني وجهة نظر طلعت مظبوطة والشريط نجح طبعا جدا. الناس تعاملت مع الألبوم على ان بتسمع مطربة مش بتسمع طفلة. لأن انا عاوز قلت لها لازم البنت دي تطلع حافظة جميع اصول المزيكا مش تغني كده جهوني وخلاص. لا تبقى عارفة بتغني منين وايه الطبقات اللي تغني منها وايه الحاجات ايه هو علم الموسيقى كله. وجبت لها استاذ محمد استاذ في الاكاديميه الموسيقيه. ساعتها بقى كان بيدربني المدرب الجميل العود استاذ محمد حسين. انا تلمسته طبعا واتشرف بكده. وكان الحقيقه بيعلمني حاجات جميله على العود والعزف وحاجات فعلا اضافت بالعكس ليا وخلتني يعني اتقن الغنى اكتر واكتر. اتصل بيا والد شيماء وقال لي احنا عايزين نعلم شيماء عود ومقامات وموسيقى وكل حاجه. وقابلت شيماء لقيتها دؤوبه جدا على ان هي عايزه تتعلم. قالت لي انا عايزه ابدا الاول بالعود وبعدين من خلال العود عايزه اتعلم مقامات. لا انا جميت ادتها دفعه. انت عارف الفنان ما بيبقى بادي لا حول ولا قوه. وبعدين ما كانش حد يحتضنه ما بتوف الزحمه. فلازم يبقى حد يحتضن الفنان في بدايته عشان يحطه على بر الامان ومشيه على الطريق الصح. اللهم صل وسلم على احمد محمد نبي الهدى. الله الله يا بنتي الله يفتح عليكي كملي التوشيح. صلاة نفوز بها في غد
وانا اسعد بها وانا اكيد العدا صلاة نفوز بها في غد وانا اسعد بها وانا اكيد العدا. يا عيني يا عيني كملي يا بنتي كملي. بعد الحصى والرمال وموج البحور وقطر الندى بعد الملائكة القائمين كزر كعينا مع السجدة وألف صلاة وألف سلام على أحمد محمد نبي الهدى. لما عملت هي في مسلسل أم كلثوم الدور اللي عملته أكيد أضاف لها لأن مسلسل نجح نجاح فظيع وهي مثلت جزء من عمر السيدة أم كلثوم. مسلسل أم كلثوم كان من برضو المحطات المهمة قوي في حياتي طبعا مع الموسيقار الكبير عمار الشريعي الله يرحمه والفنان الجميل برضو عبد السلام أمين الشاعر الجميل الله يرحمه. كان أداءها جميل وفكرت الناس بأم كلثوم لما كانت صغيرة. نعم محمد علي المخرجة العظيمة فعشان تجيب واحدة تقول دور أم كلثوم وهي صغيرة فجابت أطفال كتير جدا. مين يا أولاد اللي بيغني أم كلثوم؟ فلان وفلان وفلان وترتان. صفت على مين؟ على شماء. فعملت الدور وكان شماء على صوت شماء. قابلت كتير ترشولي عشان الأرض حبيب وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أنا ماليش رايدة ماليش رايدة ماليش رايدة إلا هو ماليش رايدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا هو ماليش رايدة. سبب توقفي هو يعني المشكلة كانت راجعة أكتر للحاجة الإنتاجية. يعني أنا كنت مع شركة ما وقعدت معاهم فترة فما كانش ينفع طبعا أنا أروح لشركة تانية فده اللي خلاني بس توقفت فترة. أثر بس هي مش ما كانش لها يد. هي كنا كتبنا عقد مع شركة وفي نفس الوقت لقينا الشركة وهمية وكانت كاتبة معنا عقد احتكار. فطبعا الفنان لا حول ولا قوة يعني لازم ينفذ التعليمات اللي في العقد. وعملت ألبوم مكون من 10 أغاني. الألبوم ده قعد 7 سنين ما نزلش ولا 5 سنين. كانت عاملة أغاني حلوة جدا 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 ولكن لما حصل اللي حصل ده قلت لك بقى أنا مش أغني بقى ولا أعمل حاجة. إلى أن أعاد اكتشافها بقى الحقيقة الأستاذ الفنان كبير قوي ريتشارد الحاج لأن هو ده منتج حساس وفاهم الأصوات. لما سمع صوتها وعرف تاريخها ابتدى يعمل لها أغاني في منتهى الجمال ليها خاصة ليها بقى وإنتاج ضخم جدا ومكلف جدا. فهي لو برضو عملت أغاني ليها برضو إن شاء الله إن شاء الله هتنجح هتنجح كويس قوي. ما أعتقدش ده يأثر عليها بالسلب. يعني لو عملت شغل دلوقتي في أي وقت لأن هي صوتها مازال موجود وصوتها مازال قوي ومازالت لسه شابة صغيرة. يعني طبعا صوتها دلوقتي بقى أقوى من الأول. صوت من الأصوات الجميلة اللي لازم يستمر ويطرب الناس. بتسعى كتير وبتعمل شغل كويس بس عايزها بس تزود السرعة شوية يرجع للناس لأن إحنا ما عندناش كل يوم أصوات قوية وأصوات حلوة زي شيماء الشاي. الخطوات بقى اللي أنا دلوقتي يعني ماشية عليها هي الألبوم طبعا اللي أنا شغالة فيه دلوقتي. صراحة أنا والمنتج ريتشارد الحاج مركزين قوي في أننا اللي بعد الألبوم إن شاء الله يا رب طبعا ينجح نجاح كبير وفي نفس الوقت هنحافظ على اللون الطربي اللي أنا ماشية عليه ده مش عايز أغيره أبدا عشان يبقى ليا كاركتر خاصة بيا أنا. فإن شاء الله هو ده اللي احنا نبقى ماشيين عليه بعد كده. يا رب يكرمها ويحقق لها أملها وأشوفها زي النجوم الموجودة على الساحة الفنية. يا رب متوقع لها أن ربنا يكبر بخاطرها وحقق لها أملها ونجح لها الألبوم بتاعها يا رب. وأي أم تتمنى من ربنا ان يكون ولادها احسن الولاد اللي في الدنيا كلها واختيار موفق جدا وان شاء الله ربنا يسعدنا وننزل بيه ان شاء الله.